هنروح لكرة السلة، والحقيقة قبل ما نتكلم عن كرة السلة لازم نبارك لنجمنا الكبير إيهاب أمين، أحد نجوم مصر في التاريخ كله. يعني أنا شايف إن إيهاب أمين كتب اسمه من ذهب الحقيقة. وخلينا أقول لكم إنه لعب كأس عالم جيد، مش بس كأس عالم، خلينا نرجع فلاش باك كده شوية. إيهاب أمين هو ابن نادي سبورتنج. إيهاب أمين لعب منتخب مصر تحت 16 سنة في اسكندرية، الكلام ده كان يمكن في بداية 2010 2009 8 في الوقت ده، واستطاع أن يفوز بأفضل لاعب أفريقي في هذا الوقت. وبعد كده جات له منحة في أحد الجامعات الأمريكية، سافر على أمريكا، لعب في جامعة الأول مستواها متوسط، ثم انتقل بعد ذلك لجامعة من أفضل 10 جامعات على مستوى أمريكا. ثبت نفسه بشكل كبير بعد عودته إلى مصر وانتهاء دراسته في الجامعات وتحقيق أرقام كبيرة. رجع على مصر، اختار النادي الاهلي، والنادي الاهلي اختاره ودي كانت رغبته. رجع للنادي الاهلي، ابتدى معاه، كان هدفه حصد البطولات. ايهاب امين وعد وصدق بتحقيق البطولات مع النادي الاهلي، تالق بشكل كبير وكان له دور كبير جدا في البطولات وحصد البطولات مع النادي الاهلي وعوده البطولات مره اخرى في كره السله. ايهاب امين مش بس كده اكتفى بده، لا اكتفى كمان اشتغل على منتخب مصر، كان له دور كبير جدا مع منتخب مصر في التاهل لكاس العالم من خلال الويندوز اللي لعبناها وتألق بشكل لافت. راح كأس العالم ما اكتفاش بكده، عمل كأس عالم عظيم الحقيقة بمستوى رائع أشاد بيه الكل. ويمكن تتويج لده الأرقام لا تكذب، يعني دايما الأرقام لا تكذب. نجمنا ونجم مصر إيهاب أمين استطاع أنه يفوز أفضل قاطع للكرات بيسموه بيست ستيل في كأس العالم، متفوق على لوكا اللاعب السلوفيني لاعب الـ NBA اللي كان بينافسه على هذا اللقب. وما أدراك ما الستيل في كرة السلة، ده يمكن من أحد المهارات الكبيرة اللي بيكون عليها يعني نقاط في الإيفاليشن أو الإيفيشنسي في الستاتس اللي بتتحسب بعد كل مباراة. فإيهاب أمين النهاردة كتب اسمه من ذهب محليا وأفريقيا وعالميا. قبل طبعا يعني أكيد ما نتكلم عن خبرنا لازم نبارك لنجمنا إيهاب أمين بهذا اللقب. ومعانا عبر الهاتف نجمنا الكبير إيهاب أمين. إزيك يا إيهاب؟ ازيك يا كابتن هيثم، وحشني والله. جدا جدا وحشنا، والف مليون مبروك لكل مجتهد النصيب. مستوى رائع في كأس العالم، ارقام يعني ارقام يعني كأكبر مسجل عربي في كأس العالم بعد ان تخطيت طبعا نسبة فادي الخطيب نجم لبنان. النهارده احسن ستيل في العالم مش بس عربيا. احنا بنبارك لك يا ايهاب والله، وقول لي شعورك بعد تحقيق هذه الارقام. الله يبارك في حضرتك. طبعا يمكن كلنا كان نفسنا ان احنا نتاهل الاولمبياد مباشره، ده كان حلمنا من اول يوم. يعني ما حسناش الحظ، بس الحمد لله قربنا ان احنا وصلنا للملحق. طبعا الملحق هيبقى صعب، بس احنا عندنا امل، وبالذات بعد الخبرات اللي اكتسبناها في كاس العالم عارفين ان احنا قربنا كتير وقصرنا المسافات ما بين المنتخبات الاوروبيه و كل منتخبات العالم. فان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى احسن مع الاهلي والمنتخب كمان. ايهاب، انت توقعت تاخد افضل ستيل خاصه ان انت كنت في يعني عملت لعبه شهيره بستيل في مباراه الاردن، كل العالم اتكلم عنها وكل الصفحات حتى الفيبا الباسكتبول افريكا ليج كل الصفحات اتكلمت على هذا الستيل العظيم. يمكن لو نقدر نجيبها على الشاشه هنجيبها للساده المشاهدين. توقعت ده ايهاب ولا انت اتفاجئت النهارده بعد الاعلان عن الارقام؟ لا خالص طبعا، ما كنتش متوقع، بالذات ان سيستم كوتش روي كمان هو ما بيحبش الجامبل او المخاطره قوي. هو السيستم بتاعه ان احنا بنفضل قدام الكوره وفي الزون، فمش بيحب ان احنا نغامر قوي، مع ان انا من اكتر حاجات ان انا اقطع كوره واحاول يعني ادي الديفنس الهجوم وكده. بس اعتقد في كذا ماتش يعني توفقت ان انا قطعت كذا كوره وفرق معايا كتير، بس اكيد ما كنتش متوقع. لا الارقام ما بتكذبش وما شاء الله عليك، بس خلينا اتكلم كمان على يعني النادي الاهلي. انت النهارده رجعت من المنتخب، بدات الاستعدادات لبطوله العالم، كلمني على الاستعدادات الفرقه يا ايهاب، يعني عاملين ازاي، هل السفر هيكون امتى، كلمني بالتفاصيل عن بطوله العالم اللي جمهور النادي الاهلي كله مستنيها. طبعا احنا كنا رجعنا التمرين بقى لنا 3 ايام كل اللعيبه الدوليه، انا وعمرو كندي وعمرو طهران وعمر طارق، معانا عمر عباده، معانا نور سكول، كله وصل، مايكل فاكوادي، الفرقه اكتملت، التمارين ماشيه كويس جدا، بدانا الاستعدادات، عارفين احنا اول فرقه نلعبها فرقه اجنايت باتل جي ليج. خلاص يعني يمكن اقل من اسبوع هنبقى في سنغافوره، مسافرين يوم 17 بالليل تقريبا او 18 الصبح، فخلاص فتره قليله قوي على سفرنا.
بطولة طبعا يعني مهمة، وعارفين الماتشات هتبقى صعبة جدا، بس إن شاء الله نبقى قدها يعني. طب ايهاب، انتوا هتخلصوا بطولة العالم، هتروحوا على الدوحة على طول، البطولة العربية 11، ولا هترجعوا على القاهرة لفترة وبعد كده تطلعوا على الدوحة؟ هنرجع على القاهرة بس نبقى فترة قصيرة جدا طبعا، عشان حضرتك عارف الدوحة بطولة عربية أول يوم 1/10، فأكيد لازم نبقى هناك قبليها على الأقل بيوم أو يومين نلحق نتمرن هناك، بس هنرجع القاهرة الأول لفترة قصيرة أوي يعني. طب ايهاب، دايما عودتنا ان انت احلامك يعني اللي بتحلم بيها دايما ما شاء الله الله اكبر بتحققها، ايه اللي بتحلم بيه الفتره الجايه يا ايهاب؟ يمكن في الوقت القصير اللي جاي طبعا نفسي في ميداليه في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي، حلم يعني. بعديها طبعا بطوله عربيه بالنسبه لي مهمه، بالذات بعد اللي حصل السنه اللي فاتت، تبقى تاني بطوله عربيه في تاريخ النادي الاهلي، ده يعني شرف كبير قوي للعيبه اللي موجوده دلوقتي ان احنا نقدر نكسبها. عارفين انها تبقى صعبه جدا، في منافسه قويه وفي محترفين كتير في ليفل عالي قوي جاي البطوله دي، وان احنا نقدر نحافظ على البطولات اللي احنا كسبناها السنتين اللي فاتوا. يعني الموضوع طبعا زي ما حضرتك عارف اول ثاني سنه لما بتكسب بيبقى موضوع صعب، بس ثالث سنه على التوالي اكيد اصعب واصعب، فان احنا نقدر نسيطر يعني 3 سنين ورا بعض على البطولات المحليه طبعا حلم بالنسبه لنا، وان شاء الله نقدر نحققه. ومع المنتخب اكيد يعني ده بالنسبه لاي رياضي في اي لعبه حتى حلمه ان هو يبقى لعيب اولمبي، فاكيد ان التاهل للاولمبياد مع منتخب مصر ان شاء الله في الصيف الجاي يعني. ان شاء الله كل احلامك ربنا يحققها لك. طيب هسالك سؤال اخير يا هبه عشان اسيبك، يعني انا عارف انتوا يعني في مشوار او في تجمع عشان ازاي ان شاء الله السفر لبطوله العالم، بس خليني اسالك سؤال، ايه اغلى بطوله ليك يعني اخذتها الفتره اللي فاتت وليها معزه كبيره جوه قلبك؟ صعب، ممكن اقول بطولتين، بطوله اول دوري ليا، اقول بطولتين، قول ثلاثة، يعني ايه البطولات العزيزة على قلبك اللي مهما ربنا كرمك من بطولات أخرى مش هتنساهم؟ أول دوري ليا في الأهلي طبعًا، ده كان ليه إحساس تاني خالص، وبطولة أفريقيا اللي إحنا لسه كسبينها السنة دي، دول أعتقد أغلى بطولتين ليا في مسيرتي لغاية دلوقتي يعني، وإن شاء الله أكسب بطولات أكتر يبقوا أغلى إن شاء الله. إن شاء الله يا إيهاب، وإحنا أنا الحقيقة بضم صوتي بصوتك، هم الحقيقة دول أغلى بطولتين الحقيقة فعلا، أول بطولة دوري للأهلي معاك وبطولة أفريقيا عشان كانت الأولى بعد يعني شكلها الجديد. بشكرك شكرا جزيلا يا إيهاب، وأتمنى لك كل التوفيق ولكل مجتهد النصيب. إيهاب أمين نجمنا، نجم كرة السلة في النادي الأهلي ومنتخب مصر عبر الهاتف. والحقيقة أنا عايز أقول لكم إنه إيهاب أمين يعني مش بس نجم، هو رمز يعني النهارده اللي كل مجتهد النصيب، دي كلمة لازم تبقى قدام كل لاعب سواء صغير سواء كبير. إيهاب أمين تعرض لصعوبات كبيرة جدا جدا وخد الطريق الأصعب النهارده لما راح يروح أمريكا وبعد كده يثبت كفاءته، وبالمناسبة هو كان من أعلى الأرقام في جامعته في الستيل برضو. أنا فاكر كويس أوي لما قريت الستاتس بتاعته في آخر سنة في الجامعات، كان واخد رقم واحد في التوب 10 في الجامعات في الستيل، فهو طول عمره عنده توقع، عنده انترسبشن كويس في قطع الكرة، فدي موهبة الحقيقة. الحاجة التانية إن إيهاب أمين مش بس تفوقه في فنيا، ولكن هو اتعرض لاصابات كتير. انا بس يعني عايز اقول لكم انه على مدار السنتين ثلاثه كان إيهاب أمين كل ما يقف على رجله يجيله سبين انكل، كل ما يقف على رجله مثلا يعني ياخد كام غرزه في جنب عينه. فإيهاب أمين ما وصلش اللي وصل له ده وطريق مفروش بالورود، فلازم كل الناشئين وكل الكبار يتعلموا من النجم الكبير إيهاب أمين انه ما فيش حاجه مستحيله وانه يقدر يحقق. ونحط جنبه عمرو زهران نفس الكلام، فالحقيقة الاتنين دول أصبحوا رمز للاجتهاد والتعب والعمل.